عليها أن تغادر ميناء الحديدة. دعوة بريطانية لميليشيا الحوثي تأتي بعد نداءات دولية وضغوطات أممية سابقة، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أليسون كينغ إن طلب مغادرة الميناء يهدف لفسح المجال لتنفيذ ما ورد في اتفاق السويد، محذرة في الوقت ذاته من أن بقاء الميناء بيد الحوثي ينذر بتجدد العمليات القتالية في مدينة الحديدة. دعوة الحوثيين لترك ميناء الحديدة ترجع وفق الرؤية البريطانية للمخاوف من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وهو ما بدا في تصريحات المسؤولة البريطانية التي أكدت بأن طهران تزود الحوثي بالصواريخ البالستية بهدف تهديد الأمن الإقليمي. الدعوة البريطانية لمغادرة الميناء تزامنت مع انتقادات حكومية وجهت لبعثة المراقبة الدولية، حيث وصف رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار لقاءات مايكل لوليسغارد مع ميليشيا الحوثي بغير المشرفة، مضيفاً بأن استهداف المدنيين من قبل الحوثي مستمر منذ بداية إعلان وقف إطلاق النار، وهي اللقاءات الأممية التي لا يبدو أنها ستتوقف. استمرار لقاءات مسؤولي الأمم المتحدة مع الحوثي رغم استمرار خروقاته يعد بنظر الحكومة تطييباً لخواطر الحوثي بدل كشفه كطرف معرقل، كما هي تصريحات سفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك الذي طالب الأمم المتحدة بمراجعة آليات التعاطي الأممي مع ملف اليمن، محذراً من خطورة تجزئة اتفاق الحديدة كون ذلك هروباً من الاستحقاقات الأمنية الضامنة لالتزام الميليشيا باتفاق الحديدة.